حبايبي طلاب الصف الخامس الابتدائي، مستر نصري بيحييكم من القاهرة. مستر نصري loves you so much. هنبدأ مع بعض يا أبطال الدرس الثاني. خلي بالك الدرس الثاني شيق وممتع ولذيذ، مليء بحاجات كتير قوي. هنتعلم كمان أو نراجع على الباست سيمبل تنس. My favorite clothes، ملابسي المفضلة. جلابية، جلابية is my favorite clothes. عندنا رحلة النهاردة يا شباب، كل واحد يجهز شنطته، هنطلع مع بعض، هنروح سوهاج. ناس سوهاج خلي بالكم ناس كريمة جدا جدا جدا. هنقابل اتنين من اصحابنا هناك، هيرحبوا بينا وهنسألهم شوية اسئلة. نقرأ مع بعض كلماتنا الجديدة. بيلت 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 بيلت، حزام يا ابطال. بيلت 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 بيلت، يس بيلت. كراون 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 بمعنى تاج. كراون كراون، there is a crown on the prince's head، في تاج على رأس الأميرة. بوكيت 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 بمعنى جيب، يس بوكيت بوكيت بوكيت. جلابية جلابية جلابية، طب نعم جلابية 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 جلابية. سليف 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 بمعنى كم، كم في نهاية الجلابية زي ما شايفين في الصورة يا أبطال. سليف سليف، خلي بالك الولد هنا حاطط إيده فين؟ in his pocket، في الجيب بتاعه. the pocket is hidden، مخفي ما حدش بيشوفه. this is جلابية، it's a white long robe، جلابية بيضة اهو، ثوب طويل. it has long sleeves، عندها أكمام طويلة. gloves gloves، قفازات. cotton cotton قطن. hidden 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 hidden، مخفي. Egyptian clothing Egyptian clothing Egyptian clothing، ملابس مصرية. روب 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 بمعنى ثوب أو رداء. اوعى تقول لي روب أزعل منك، ده حبل يا ولد، اوعى تقول لي كده أزعل منك. عارف يا مستر، غير المعنى يا بطل. روب روب، في فرق، البي غيرت المعنى طبعا. روب ثوب او رداء، بوبيولار محبوب وشعبي. تراديشنال تراديشنال تراديشنال، كالرفول كالرفول كالرفول، زاهي الالوان. جريتس جريتس جريتس، درجات. جريتس جريتس جريتس، يوسفول يوسفول، مفيد، جاية من كلمة يوز يستخدم، يوسفول مفيد. ويدنج ويدنج ويدنج، لا أنا سامع غلط، لا يا بطل اللي أنت بتقولها دي اسمها إيه؟ ويدنج، يعني إيه ويدنج أساسا؟ إزالة الحشاش. طب إزاي حروفها بالإنجليش؟ تعال نشوفها مع مستر نصر. إزالة الحشاش اسمها إيه؟ ويدنج. حرف غير المعنى، غير النطق. ويدنج ويدنج، زفاف. ويدنج إزالة الحشائش. باتر باتر باتر، شكل أو نمط. برنس أمير، برنسس دبل إس أميرة. برنسس 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 برنسس. فيستيفال 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 فيستيفال، احتفال ومهرجان. يس ايد ايد ايد، يعني عيد. سوت بدلة أو يلائم، ولو ضفت لها كيس سوت كيس بدلة، ولا حقيبة سفر حقيبة سفر سوت كيس. سوشيال ميديا سوشيال ميديا، فيسبوك وانستا وتيك توك وتليجرام وحاجات جميلة كده لو استخدمناها بطريقة جيدة. سوشيال ميديا، وسائل التواصل
الاجتماعي. كاردبورد، كاردبورد ورق مقوى أو كرتون، بورد يعني سبورة أو لوح، كارد كارد، سيلبريت سيلبريتد، ده موضوعنا النهاردة، الباست الماضي بالتفصيل يا أبطال، بورو بورد، سيرش سيرش، جيت سان بيرن، جيت سان بيرن. طبعا احنا لما نروح كده يا أبطال كلنا نروح البحر نقعد يوم ولا يومين، هنحصل على ايه؟ سان بيرند، سان بيرند يا ابطال. دو اسكول بروجكت، يعني ايه سان بيرند؟ طيب حروق الشمس، حروق الشمس بمعنى سان بيرند. دو اسكول بروجكت، دو اسكول بروجكت يقوم بمشروع مدرسي، do a school project looks really cool. looks يبدو، لما تيجي بعدها adjective صفة يا أبطال، looks cool يبدو رائعا، يبدو لطيف. from the outside، from the outside من الخارج، لكن من الداخل from the inside، outside خارج، inside الداخل. looks like يبدو. ask for help، ask for help، ask for help يطلب المساعدة. جلبية روب، زي ما قلنا من شوية يا أبطال، the جلبية is a long white robe، عبارة عن ثوب طويل ولونه أبيض. طب ممكن يكون في ألوان تانية؟ طبعا في ألوان كتير، وهنعرف من خلال شرحنا ومحادثتنا مع توماس. مين توماس؟ هنعرفه بعد شوي. made cotton، the جلابية is made from cotton. طبعا يا أبطال الجلابية مصنوعة من القطن، القطن علشان الحر، حر الصعيد وحر الصيف والأماكن الحارة يا أبطال، هيبقى سهل جدا جدا نلبس ونشعر بإيه؟ بالرطوبة. long sleeves يعني أكمام طويلة، الجلابية عندها أكمام طويلة، قلنا to protect us from the sun، لحمايتنا من الشمس. the pockets of جلابية are hidden، زي ما شفنا في الصورة الأكمام مخفية تماما. يلا بينا يا أبطال، مستعدين لرحلتنا، هنروح فين؟ هنروح سوهاج النهارده. فارس is talking to his friend، فارس بيتكلم مع صديقه توماس on social media، على وسائل التواصل الاجتماعي. Hi فارس، can you help me؟ هل يمكنك مساعدتي؟ ما تنساش كان يعني يستطيع، بيجي بعدها infinitive. can you help ولا helps ولا helping؟ help يا مستر، بعد كان بدون إضافات. can you help me؟ ممكن تساعدني؟ I'm doing a school project. do a project يقوم بمشروع، do a school project يقوم بمشروع مدرسي. خلي بالك ليه يا مستر اي ان جي؟ علشان في ام احداث مستمره، قال لي مستر نصري قبل كده اول ما تلاقي ام او از او ار، الفيرب لازم يكون اخره اي ان جي. طنط انج يا ابطال، بتيجي على طول مع مين؟ ام او از او ار، ام او از او ار، فيرب اي ان جي. اي ام بلاي فوتبول، غلط يا مستر، اي ام بلاينج فوتبول. هي از واتش تي في، برضه غلط، هي از واتشينج تي في، زي ار واتش تي في، غلط يا مستر، they are watching TV. they are watching TV. I am doing a school project. أنا بقوم دلوقتي بعمل مشروع مدرسي about Egyptian clothing. عن الملابس المصرية. Can you give me some information? Can you? Yes. Can you give me some information? ممكن تقدم لي معلومات؟
خلي بالك يا بطل، هقول لك سر خطير، اسمعوا من مستر نصر. انفورميشن، انفورميشن يعني ايه؟ معلومات. انت عارف انفورميشن معلومات تعامل معاملة المفرد ازاي؟ ما هي معلومات بالعربي، لكن بالانجليش مفرد. ممكن اقول this information is useful، المعلومة اللي انت قلتها لي دي useful، مفيدة. مش مشكلتي useful هنا جاية وراها على طول مفرد، معاملة المفرد. This information is useful. Hi Thomas. Yes of course. What do you want to know? ماذا تريد أن تعرف؟ What do you want to know؟ يلا نكمل مع توماس. Well. حسنا. Well. What do you usually wear؟ usually عادة. قل لي يا توماس، قل لي كده، what do you usually عادة بتيجي قبل الفيرب، قبل الفعل يا أبطال. What do you usually wear؟ عادة بترتدوا إيه؟ I live in سوهاج. يا سلام، بلدي الجميلة، أنا بحب سوهاج جدا جدا، وسلامي من القاهرة لناس سوهاج، وخصوصا ناس طمة اللي بتسمعني، وطحطة والبليانة وسقلتة، وكمان ايه، البليانة وجرجة والمنشاة وكل سوهاج كلهم، سلامنا من القاهرة. I live in سوهاج and it's usually very hot here. طبعا هي مشهورة بالحر شوية. I am wearing shorts and a t-shirt. سؤال للأبطال، وير ولا wearing يا مستر؟ wearing ING. ليه يا مستر ING؟ ما انت لسه قايل لنا من شوية am او is او are، طنط انج بتنور معاهم. am او is او are ING. I am wearing shorts، برتدي شورت وكمان تيشيرت. ليه طيب يا توماس؟ It's usually very hot. الجو حر جدا. Cool. Can you tell me about some traditional Egyptian clothes؟ هل يمكنك أن تخبرني عن بعض من الملابس التقليدية المصرية؟ traditional Egyptian clothes. clothes يا مستر، clothes ولا حاجة تانية نطقها؟ انت معايا يا حبيبي. clothes ملابس. clothes. Oh sure. Well, many men wear the galabeya. الكثير من الرجال، فاكرين من جمع ايه؟ مان. ما انا عندي جمع غير منتظم كمان، مان من. نقول حاجات منتشرة. فوت، ايوه، فيت، ما تنساش. ايه كمان يا مستر؟ توس. اه يا اسناني، اسناني بمعنى ايه بقى؟ تيث. كمان ايه يا ابطال؟ علشان بس في سامع سيدة بتقول لي ومن، ماشي، امرأة، نساء، ومن عشان ما يزعلوش. child يعني طفل، تبقى children. كلام جميل جدا جدا جدا، نحفظهم يا أبطال، الإنجليزي مهم، تحفظ الكلمات. نرجع لموضوعنا مع الملابس التقليدية المصرية. sure. well many men wear the جلابية. ناس كتيرة أوي، رجال كتير أوي بيرتدوا الجلابية. This is a long white robe. بدأ يعرفني هو إيه الجلابية. This is a long white robe that is very popular. خلي بالك، ده يحظى بشعبية جامدة. لو جيت عندنا في سوهاج هتلاقي كل الناس بترتدي إيه؟ جلابية. جلابية وبس يا أبطال. جلابية وبس يا أبطال. يا سلام على الزهور والحاجات الجميلة دي. طيب نكمل ونشوف الدرس بتاعنا. Yes, I've seen it. It looks really cool to wear. رأيت ذلك، يبدو رائعا جدا جدا ارتداء الجلابية. Yes, it's cool. خلي بالك، الجلابية دي رائعة ولطيفة. ليه طيب؟
because it's made from cotton. Made from cotton. مصنوعة من القطن. طرية كده يا أبطال. It's usually white. عادة بيكون لونها أبيض. But you can get other colors too. ممكن. You can. تحصل على get. You can get. نحصل على إيه؟ ألوان أخرى. Other colors. أيضا too. مرة تانية. You can get other colors too. You can get other colors too. ممكن الحصول على بعض من الألوان أيضا يا أبطال. The sleeves, الأكمام, are long, so we don't get sunburned. كلام مرتب جميل. قلنا أول حاجة عبارة عن إيه؟ It's a long white robe. ثوب طويل. تاني حاجة, it's made from cotton. It's made from cotton. إيه كمان؟ It's usually white. It's usually white. But you can get other colors. The sleeves are long, so we don't get sunburn. بالنسبة للجيوب يا مستر, are there pockets? طبعا, they're hidden, hidden, مخفية تماما. You can't see them from the outside. الجيوب يا أبطال مخفية, مش ممكن نشوفها من الخارج. يا سلام على لوجاي, بتأكد كلامي. طبعا يا بطلة, رائع جدا لوجين, متميزة مركزة. Do you wear galabeyas when you're celebrating a special festival? ايه الجملة دي؟ تعال اسألك ونفهم المعنى. Do you wear, هل ترتدي galabeyas, الجلاليب, when you're celebrating, اوعى تقول لي you are, لا يور على طول علشان الابوستروفي. You're celebrate يا مستر, بتقول غلط. Celebrating, celebrating. ليه طيب؟ ايه اللي جاب طنط انج؟ علشان في ار تحدث مستمر. You're celebrating a special festival. بقول لك ايه يا توماس, يا صاحبي, يا حبيب, هو انتوا بترتدوا جلاليب في الاحتفالات بمناسبات معينة؟ We do. نعم, we do. Yes, we do. And the clothes we wear for Eid. وكمان يا أبطال, ملابس العيد, for example are very beautiful. شكلهم جميل جدا جدا جدا. They can be colorful. ممكن يكونوا زي الألوان. Sometimes there are beautiful patterns on them. في بعض الأحيان بيكونوا إيه؟ في بعض من الرسومات والأنماط والأشكال الجميلة. Beautiful patterns. Beautiful patterns, أنماط جميلة. Thanks first. Thanks first. Thanks first. أشكرك يا فارس. That's really useful. ممتع جدا. مفيد جدا جدا. سؤالنا للأبطال. What is the weather like in Suhaib? الطقس عامل إيه في سوهاج؟ هوت, ده هو مجاوبها لي وجاهز. تعال نشوف السؤال الثاني. جلابية is a kind of clothes in Egypt. هل expensive؟ ما قاليش سيرة الفلوس. modern؟ ما قاليش حديثة. traditional؟ تقليدي ولا bad؟ لا, ده قال beautiful. يبقى إجابتها هتكون إيه؟ traditional. traditional clothes in Egypt. traditional clothes in Egypt. traditional. شطورة لوجين, متميزة, بتكتب إجابتها في التعليقات والشات يا أبطال. تعال نروح مع بعض مع مروة. مروة is wearing a spotted dress. مروة ولا مروة؟ مش عارف. هي بترتدي فستان منقط في نقط كده with a belt, وكمان الفستان في حزام. There are two pockets, وفي جيبين. يا سلام, spotted belt, two pockets. يبقى أكيد this is مروة, دي مروة. ريم is wearing a costume. ريم لابسة زي, راح حفلة تنكرية ولا ايه؟ خدينا معاك والاصحاب هنا كلهم هيجوا معاك. She looks like a princess. يا سلام, رائع جدا عمر. قال لي برنس ده يا مستر عبارة عن امير, امير ولد.
لكن لما أضيف لها اي اس اس كمان تبقى برنسز أميرة. طب لو قلنا أمراء، بص بقى الفرق أهو. طب لو قلنا أميرات برنسز، في فرق كبير جدا يا أبطال، ركز كويس هتعرف إيه الفرق. ريم is wearing a costume. ريم يا أبطال لابسة زي تنكري. راحة فين يا ريم؟ مش عارفين. حفلة وخلاص. She looks like a princess. She has a crown. ده معاها تاج كمان. She has a crown on her head. على دماغها أهو، على رأسها. She has white gloves. هي عندها كمان قفازات لونها أبيض. White gloves on her hands. On her hands. تعال نقول مع بعض معلومة خطيرة جدا جدا جدا، ويا ريت تسجلها يا بطل. I went to town to buy. To هنا معناها لكي. طب هنا to معناها ايه؟ إلى. I went to town. أنا ذهبت إلى المدينة. To buy. لكي. To buy إيه؟ لكي أشتري. أشتري إيه؟ A beautiful new dress for the party. أشتري فستان جديد جميل للحفلة. I got some cardboard. أنا حصلت على بعض من الورق المقوى. To make my posters. To لكي. خلي بالك to لازم يجي بعدها infinitive، يعني بدون إضافات. أقول to buy ولا to buying؟ لا باي. تو ميك ولا ميكس ولا ميكينج؟ تو ميك. اي سيرشد اون ذا انترنت. انا بحثت على الانترنت. تو فايند. لكي. تو فايند ذا انفورميشن فور ماي هوم ورك. لكي اجد المعلومات لايه بقى؟ ايوه للواجب بتاعي. اي بوت ا سكارف اند جلافز تو كيب مي وورم. أنا اشتريت سكارف كوفية جلافز جوانتي to keep me warm. تيجي نتعلم حاجة؟ تعال. عندي كلمة to. to يعني ايه؟ to يعني ايه؟ لا ماشي. to يعني ايه؟ ايه لا ازاي؟ اهو I went to the shop. ذهبت الى المحل. عندي كمان تو زائد الفعل في المصدر. تو لكي. لكي ايه؟ باي. باي ولا بوت؟ لسه قايل لي مستر نصري بعد تو فعل في المصدر. تو باي. تو باي ايه؟ انا بحب الفاكهه. تو باي فروتس. تو باي فروتس. هنا خلي بالك في تو الى في تو لكي، يعني بعد تو لكي لازم يجي ايه؟ infinitive بدون اضافات. I go to school to learn. I go to school. بذهب الى المدرسة لكي اتعلم. to ايه؟ to learn. to ايه؟ to learn يا ابطال. I go to school to learn. I go to school to learn. to learn ولا learns؟ ينفع نقول learning؟ لا، بعد تو انفينيتيف بدون اضافات. مستر نصري بيسجل السيشن يا بطل، وركز معايا في الشرح. يا سلام، ده بيقرا افكاري. تو بلس انفينيتيف. تو بلس انفينيتيف. تو السببيه. وي يوز تو بلس انفينيتيف تو اكسبريس بيربوس، الغرض يا ابطال. And to say why someone does something. وعلشان نقول ليه الشخص ده فعل الشيء ده. She went to town. هي ذهبت إلى المدينة. To buy a dress. لكي تشتري فستان. He went to the club to play football. يا مستر went ذهب في الماضي. المفروض هنا أقول play. حبيب قلبي أنا بتكلم في الباص، في الجملة الأولى. ذهب إلى النادي لكي إيه؟ يلعب. يبقى بعد تو infinitive.
تو بلاي، تو بلاي. تعال نقول حاجة كمان زمن بنستخدمه كتير أوي أوي، اسمه إيه؟ ذا باست سيمبل تنس، زمن الماضي البسيط. الماضي ده كان كله جراح يا مستر، الماضي خلص، بلاش نتكلم في الماضي وخلينا نتكلم في الحاضر. لازم أتكلم عن الماضي وأستفيد منه. طب الماضي ده بستخدمه ليه؟ للتعبير عن حدث تم وانتهى. تعال أقول لك جملة، I visit the zoo. I visit زي إيه؟ زي زو كده، أنا بزور جنينة الحيوانات على طول. طب إيه رأيك تقول لي على امبارح؟ I visit the zoo. غلط يا مستر، visit يعني يزور، لكن زار visited، فعل منتظم على طول إيدي. طب تعال أقول لك جملة كمان وركز كويس، I use my phone، استخدمت تليفوني امتى؟ an hour ago، an hour ايه؟ ago، منذ ساعة ايه؟ مضت. كلامك غلط، في ايه يا حبيبي؟ يوز يعني يستخدم، لكن استخدم يبقى قول يوزد، يبقى قول ايه؟ يوزد، I used، I used. حرك الشاشة يا حبيبي، الشاشة واضحة تمام، لو الشاشة واضحة تمام دوس لايك لكل المتابع معاك. ركز كويس، ممكن تخرج وتدخل تاني. مش المفروض يبقى موجود يتطور في الماضي؟ المفروض ركز معايا حاجة لما أخلص يا عمر، لسه ما خلصتش يا عمر، علشان نفهم صح تابع معايا خطوة خطوة. في كل حاجة عندنا النهاردة، عندنا أول حاجة الأفعال المنتظمة، ضفنا لها دي أو إيه دي. كلامه صح جدا عمر، بس هنقوله بعد شوية. تعال نقول جملة كمان، I study، أنا بحب الإنجليزي، I study English، I study إيه؟ English. إمتى يا مستر؟ يوم لحد اللي فات، last إيه؟ Sunday، last إيه؟ Sunday. طيب الكلام ده غلط يا مستر، في إيه يا حبيبي؟ study، study دي يذاكر، لكن أنا عايز أقول ذاكر، هنحذف الواي علشان قبل الواي ساكن، يبقى I studied English last Sunday. طب أنا لعبت كرة قدم، I played، I played، هشيل الواي هنا، أوعى تعمل كده، أزعل منك. قبل الواي صوت متحرك، هنا أضيف إيدي، يبقى I played football last week، لعبت كرة قدم الأسبوع الماضي last week. ده كده خاص بإيه؟ بالأفعال المنتظمة. تعال نشوفهم تاني ونكمل مع بعض رحلة الماضي البسيط. إضافة دي إي دي أو أي إي دي. invite، invite، invite يعني إيه؟ يدعو، آخرها إيه؟ يبقى على طول إضافة دي بس. carry قبلها صوت ساكن، احذف الواي يا حبيبي وعلى طول ضيف اي اي دي، كاري كاري. لو يا شباب في صوت متحرك اي او اي او اي او 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 يو، الاي دي تنزل والواي زي ما هي، بلاي بلاي، ستاي ستاي. طيب اخر ثلاث اصوات، ساكن متحرك ساكن، ساكن في حي السيدة وحبيبي ساكن في الحسين، اعمل ايه يا مستر؟ ضعف له البي علشان يقرب منك، ستوب 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 ستوب. بس كده؟ لا طبعا، في افعال غير منتظمه ما بتسمعش الكلام، يعني ما ينفعش اضيف لها دي ولا ايدي ولا اي دي، يعني من غير القاعده. ايوه ما بتسمعش القاعده. طب ايه الحل؟ حفظ طبعا، باي بوت، leave left، sleep slip، swim swam، feed fed، get got. ركز يا عمر معايا، drink drank، catch caught، catch caught، catch caught. طيب تعال نستخدمهم مع بعض. عايز اقول يا حبايبي انا نمت منذ ساعة، I slept، slept ولا was slept حبيب قلبي؟ نمت، بدل ما اقول sleep ينام اجيب الماضي بتاعه، I slept an hour ago، منذ ساعة مضت.
طب عايز اقول يا شباب، ماما صنعت كيكه امبارح، ماما حبيبتي ماي مام صنعت ميك ولا ميد؟ ميد اكيك. امتى يا ستر دي؟ لازم الاقي كلمه معبره عن الماضي طبعا، يستر دي لاست اجو، اي كلمه معبره عن الماضي. حبيبي يا مستر، انا امبارح عملت لك الواجب، اشكرك. اقول ازاي؟ اي ديد هوم وورك، دو ولا داز ولا ديد يا مستر؟ في الماضي. اي ديد هوم وورك، اي ديد ايه هوم وورك؟ امتى يا ابطال؟ يستر دي. اي ديد هوم وورك امتى يستر؟ دونت فير مستر نصر الزير، لسه مكملين. الماضي البسيط حكايته حكايه. لسه قال لي عمر ووز وير يا مستر، موجوده طبعا، فيرب تو بي، ما تنساش فيرب تو بي ووز او وير في الماضي. يعني لما يقول لي فيرب تو بي وفي كلمه معبره عن الماضي زي ان ذا باست اجو، يستر دي، ان واي سنه ماضيه، لاست يير، لاست مانث، لاست ويك، لاست تيوزداي، اعمل ايه؟ وقال لي فيرب تو بي، افكر في مين؟ ووز او وير. انا عايز اقول لك سر خطير، ماشي؟ سر خطير بس ايه، ممكن تشيره مع اصحابك عادي علشان يستفاد. امبارح كده يا شباب لقيت حاجه غريبه، حاجه غريبه جدا جدا. سالتني ماما ايه الحاجه الغريبه دي، قلت لها يا مام ات ووز ا بيرد، ات ووز ا بيرد، ده كان طائر، ات ووز ا بيرد. تخيلي يا ماما لقيته فين؟ لقيته في البلكونه، ات ووز اون ذا بالكوني، ات ووز اون ذا ايه؟ بالكوني. عارفه يا ماما لقيته عطشان جدا جدا، مين هو يا حبيبي؟ الطائر، ات ووز، ات ووز ايه؟ ثيرستي، ات ووز ايه؟ ثيرستي. عايزك تركز معايا، تعال نطبق القاعدة اللي عايزك تحفظها معايا. ايه اللي بيجي بعد ووز او وير؟ ناون، ات ووز ا بيرد، كان طائر، ات ووز اون ذا بالكن، حرف جر، ات ووز ثيرستي، صفة. يعني بعد ووز او وير بيجي واحدة من الثلاثة دول، مين هما؟ اسم، a bird، ناون، on the balcony، حرف جر، thirsty، معناها عطشان. بس كده؟ لا مش بس كده، ركز معايا لسه مكملين يا ابطال، حل اسئله كتير. وتعال نشوف كده مع بعض مين مستعد مع مستر نصري. تعال نشوف عمر، يلا يا عمر. نمبر 1 ماي مام كوك باستا يسترداي، اجابتي ايه يا عمر؟ بسرعه يا بطل. اخر ايدي كوكت، اخر ايدي يبقى كوك، هتبقى كوك لوجين المتميزه. هلا هلا ليفت ذا بارتي تو ايه؟ كاتش. كاتش طبعا، بعد تو انفينيتيف. اكسلنت عمر، اكسلنت روجين، الاثنين متميزين. تعال نروح مع بعض مع ليلى. He goes to the market to buying. Buying غلط يا ليلى، هتكون ايه؟ باي طبعا، infinitive. تعال نروح مع بعض لأحمد. I went to the cinema and watched. went يعني ذهبت وخلصت، يبقى كلامي ايه الإجابة؟ أحمد، يلا يا أحمد. طيب نسمع جانا. هنا I وين؟ want to the car. I went Yes, I went to the to cinema. the car, the And cinema, and the new film last week. Watching? هنا خلي بالك No, كلامي في watch. الماضي Watch هتبقى it. ايه؟ واتش طبعا، كله ماضي يبقى على طول هستخدم واتش. اكسلنت، رائع جدا. يلا يا ملك. She used the internet to، بعد to قلنا ايه؟ infinitive يعني فعل بدون اضافات. دو to هي بس اللي هتقول، شطورة. مرة تانية لوكا، هتبقى ايه؟ دو دو طبعا.
كلام جميل جدا جدا. مكملين مع ليلى. يلا يا ليلى. I got a new phone a week ago. I got. I ده انا قلت الاجابه. يا نهار بوتيتوس. I got. هتجاوب واحده كمان يا ليلى. ماشي. I got a new phone a week ago. معلش يا ليلى. My teacher uses a red pen for correct. Two. تو طبعا إجابة صحيحة 100%. عبد الرحمن حبيبي، خلي بالك يا عبد الرحمن من الجملة الخطيرة جدا جدا. مستر، وآخر سؤال كنا بنقدر نحط فور، لو في الآخر كان بتاع سي اي دي اللي هو كولكت دوت. نرجع تاني للسؤال. اتفضل يا بطل، بتقول ايه؟ بقول يا مستر، كنا بنقدر نحط فور لو في لو في السينما في كولكت آخر اي دي، كنا ممكن نحط فور. فور فور كوركتينج، بعد فور بيجي اي ان جي، فور كوركتينج. لو كتبنا بيكوز يبقى جملة كاملة. ماشي. تمام. سؤال رائع، شطور يا بطل. تمام يلا يا عبد الرحمن. ايه عبد الرحمن؟ ايوه ماري ليسن تو هير تيتشر كيرفولي. تو، خلي بالك من تو. تو الخطيرة دي. تو ما بتحبش ايه؟ لا اي ان جي ولا اس، بتحب الفعل في المصدر. اجابتها هتكون ايه؟ يعني من غير اس يبقى احذف الاس اهو. طب ايه من غير اس؟ طب من غير اي ان جي نحذف الاي ان جي. ايه من غير اي ان جي؟ ومش بتحب التصريف الثاني، يبقى تبقى اجابتي ايه؟ سي. اندرستاند. طيب هنا يا عبد الرحمن كمان. ماي جراند با تو الكساندريا لاست. بص لو لقيت لاست دي مديلها اي دي، يعني مش هينفع اي ان جي ولا اس فعل في المصدر، بي يبقى لتر بي. لتر بي. تعال نسأل عمر. She is going to travel to England. Learn English. تو عشان الساعة اللي جاية. To لكي. برافو جدا. لوجين. I gone go to the market with my mom yesterday. Went طبعا آخر إجابة معانا النهاردة مع ياس. شباب تو باي، ما تنساش. تعليق جميل منك، شجعنا يا حبيبي علشان نكمل.